من برنامجكم كلام الآخر. في البداية طبعاً زي كل مرة أحب أشكر طبعاً الجمهور الرائع اللي مدعمنا، وإحنا نجحنا يعني الحمد لله الحمد لله بسببكم وبسبب طبعاً توفيق الله. شكر خاص طبعاً في بداية الحلقة سيادة الرئيس، رئيسنا كلنا وأب الأمة المصرية كلها سيادة الرئيس السيسي. شكر خاص لسيادة اللواء محمد الشريف اللي الصراحة يعني ربنا يخليه هنا لكل إنسان، هو رجل الشارع ورجل المواطن البسيط، وده يجعله في ميزان الحسنات طبعا. ما قعدش دقيقة واحدة من ساعة ما استلم المسؤولية، طبعا ده دور المسؤول في الدولة. شكر خاص للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية اللي عمل طبعا حاجات جميلة جدا منذ عودته للإسكندرية. الشغل على أرض الواقع رائع جدا، شغل المبادرات المجتمع المدني الحمد لله موفق بفضل الله وبفضل الناس الذين يعملون من أجل الناس، أعضاء مجلس الشعب، الأحزاب، الشخصيات العامة، القيادات بالإسكندرية، الناس العادية اللي بتساعد بعض ونحن نهون على بعض الطريق. المبادرات طبعا الجميلة طبعا واللي معايا طبعا مؤسستها والعمود الأساسي فيها طبعا الدكتورة دلال، أستاذتي الدكتورة دلال علي، مبادرة رد المعروف مستمرين، مبادرة صناع الهاند ميد بالإسكندرية بنحاول نجيب لهم طبعا المعارض، المبادرات طبعا امبارح كان في ملحمه جميله جدا وطنيه خدميه للناس طبعا، كانت متحدي الاعاقه استاذ رجب جوده، كانت ايفنت جميل جدا لذوي الهمم ذوي القدرات الخاصه. على طول ان شاء الله في المبادرات تابعوها على طول على صفحه البرنامج. بنحاول نعمل حاجات ايجابيه في اسكندريه، المبادرات دي حاجه بتدي ايجابيه، بنحاول نساعد بعض. يا رب موفقين بيكم ونجاح البرنامج بيكم، برنامجكم كلام من الاخر برنامج خدمي توعوي بياخد كل الاجزاء المجتمعيه طبعا، من صحه، تعليم، استغاثات، طلبات، خدمات، وجوه جديده، اصوات جديده، وجوه فنيه طبعا. الفن جزء لا يتجزا من المجتمع المدني، وكلنا نعمل مع بعض لاجل مصر بلدنا الحبيبه، ويا رب نقدر نعمل حاجه للارض الطيبه اللي جمعنا كلنا. استاذ محمد اسف. شكرا دكتورة داليا غبريال احدى رائدات العمل المجتمعي باسكندريه والمحافظات الاخرى، ونتمنى من الله ان ربنا يديلك الصحه وتفضلي دايما كده للامام 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 في عملك المجتمعي وعملك الخيري اللي بتفيدي فيه غيرك، ما بتفيديش في نفسك بتفيدي في غيرك. حضرات الساده المشاهدين اهلا وسهلا بيكم معانا، ولقاء يتجدد دائما وحلقه جديده من برنامجكم كلام من الاخر. في بداية حلقتنا النهاردة احنا بنحب ننتهز هذه الفرصة الطيبة، فرصة تواجدنا معاكم على الهواء لمدة ساعة كاملة من برنامجكم كلام من الآخر، هذا البرنامج اللي قالت فيه الدكتورة داليا غبريال بما فيه الكفاية، يعني أنا مش هقدر أتكلم عن البرنامج تاني، لكن أنا هنتهز هذه الفرصة وأبلغ تحياتي وتهنئتي لسيادة الرئيس، رئيس مصر المفدى القائد والزعيم والأب الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة نجاح فعاليات منتدى شباب العالم اللي كان في شرم الشيخ ديسمبر 2019. المنتدى ده أثبت أن مصر فيها شباب مخلصين، أثبت أن مصر فيها شباب فعلا بيحب بلده وشباب وطني. توصيات المؤتمر وما توصل إليه إدارة المنتدى من توصيات وقرارات ملزمة سواء على المستوى المحلي والمستوى الإقليمي والمستوى العالمي، والاعتماد على مصر كبؤرة أحداث من خلال تكليف الأكاديمية الوطنية للتدريب بالبدء في إجراء إنشاء مركز إقليمي للذكاء الاصطناعي لاستخدامه في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ده كان إنجاز. تعزيز العمل الأفريقي على المستوى الإقليمي، إن نحن نتناول كل دول إفريقيا تتناول قصة ومشكلة الأمن الغذائي، إحنا عندنا دول مش لاقية تاكل في إفريقيا، إحنا عايزين نتعاون معها كلنا ونوصل لحد إن إحنا نحقق نظرية الأمن الغذائي على مستوى قارة أفريقيا. الحاجة الثالثة على المستوى العالمي تدشين حملة 100 كلمة حول السلام، دي جت على موقع المنتدى ودي كانت بآراء كل الشباب المشاركين وإدارة المنتدى لتعزيز السلام الاجتماعي والسلام الدولي بين سائر دول العالم، مش بين دول معينة ولا بين قارة معينة. قرارات حكيمة، منتدى حقق أغراضه، حضروا أكثر من 7000 شاب على مستوى العالم، فده يعتبر من استمرارية لإنجاز الرئيس عبد الفتاح السيسي في مصر منذ توليه المسؤولية ومنذ بدء رعايته للشباب. في إطار تفعيل دور المرأة المصرية واللي احنا شفناه في شهر مارس اللي فات من إنجازات عظيمة حصلت، لفتات طيبة أكدت إن احنا رئيس دولتنا ده إنسان مش رئيس دولة مش حاكم، لا الرئيس عبد الفتاح السيسي ده مصر كلها، احنا بنقتدي بيه، بنحزو على حزبه، بنشوف الراجل ده بيعمل إيه صح وبنحاول نقلده. لما يجي الرئيس عبد الفتاح السيسي يكرم المرأة المصرية، لما يجي الرئيس عبد الفتاح السيسي
يدعم المرأة المصرية، لما يجي الرئيس عبد الفتاح السيسي المرأة المصرية في عهده شهدت ترسيم مناصب اجتماعية ومناصب مهنية ومناصب في في العمل المجتمعي والعمل السياسي والعمل النظامي ما شهدتوش قبل كده. فإحنا بنحتذي على حظوة هذا الرجل، بنحتذي على حظوة قائدنا، ولينا كل الشرف والفخر إن إحنا بنحتذي بحظوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبنقول له سر للأمام يا ريس، وإحنا خلفك وإحنا معاك. وبمناسبة يعني هذه النقطة بالذات، نقطة إيه؟ تدعيم دور المرأة المصرية والنماذج المشرفة للمرأة المصرية اللي شرفت بلدها على المستوى المحلي، على المستوى الإقليمي، على المستوى العالمي. إحنا زي ما قلنا وعدنا في أول حلقة إن إحنا برنامجنا بنبرز من خلاله النماذج المشرفة اللي شرفت بلدنا. هي البلد دي إيه؟ ما هو أنا والدكتورة داليا وحضراتكم حتى رئيس الجمهورية، الشرف من أي مواطن فينا بيشرف بلده في أي دولة تانية ده شرف لرئيس الجمهورية وشرف للحكومة وشرف لكل مواطن فينا. فإحنا النهاردة بيسعدنا إن إحنا يكون معانا نموذج مشرف للمرأة المصرية، المواطنة المصرية، الطبيبة المصرية، الباحثة المصرية. بيسعدنا إن يكون معانا الدكتورة دلال علي. اهلا وسهلا بحضرتك دكتوره دلال. اهلا وسهلا بيكم. احب اقدم لكم الشكر والتقدير لان انا التقي معاكم للمره الثانيه، اولا واسره البرنامج والعاملين جميعا. اقدم تحياتي واحترامي وتقديري لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي لحاجات كتير جدا شفتها في مصر ايجابيه. زي ما حضرتك اتكلمت على دور المرأة والشباب، هي من ضمن الحاجات اللي الواحد شافها في مصر جميلة وإيجابية. أقدم الشكر والتقدير لأساتذتي الأفاضل في وزارة مديرية الشؤون الصحية، الأستاذ الدكتور علاء عثمان، ووزيرة الصحة طبعا الأستاذة الدكتورة هالة زايد، وجميع العاملين وجميع الإدارات في وزارة الصحة، الوزارة التي تجتهد من أجل بقاء نعم. مصر في أحسن حال وأحسن وضع صحي. شكرا لكل من فيها بكل محافظاتها بكل أماكنها. الوزارات الصحة عليها عبء كبير جدا وشغل كبير جدا، فأنا أقدم الشكر والتقدير للعاملين موظفين كل من ينتمي ليها. فريق واحد، فريق واحد. حضراتكم إحنا دايما زي ما قلنا بنبرز دور النماذج المشرفة اللي شرفت بلدنا وشرفتنا كمواطنين وشرفت حكومتنا. ولكن قبل ما هنخش في صميم الحوار وقبل ما هنبدأ الحوار أنا والدكتورة داليا، إحنا عايزين نعرف الناس من خلال مشاهدة فيديو على الطبيعة مين هي ضيفة برنامج كلام من الآخر النهاردة، مين هي الدكتورة دلال علي. قبل ما نشرح التايتل بتاعها، قبل ما نقول هي إيه، نبغت في إيه، مجالها إيه، وصلت لحد فين، إحنا عايزين نشوف الأول الفيديو اللي يقول للسادة المشاهدين مين هي الدكتورة دلال علي. نشوف الفيديو بعد إذنكم.
نركب بالذات مفسر ليا الشرف. حضرات السادة المشاهدين، عدنا إليكم بعد الفاصل، وبعد مشاهدة هذا الفيديو يتضح لنا من هي الدكتورة دلال علي. ولكن أنا مش هعرف أعرفها، لأن من شدة اللي أنا حاسس بيه من فخر ليها، يعني كمواطنة مصرية سكندرية، كأخت طبيبة. كأم، كطبيبة مصرية، بنت وزارة الصحة المصرية، أنا بجد فخور جدا إن في مصر فعلا نماذج مشرفة شرفت بلدها بره مصر. أنا مش عارف أعرفك، أنا عايزك أنت تعرفي نفسك للناس، بس قبل كده دكتورة دلال عايزة تقول كلمة صغيرة. أنا مش يا دكتورة دلال جيلو نيرك وبالذات مو بروفيسور، يعني أنا ليا الشرف إن حضرتك أستاذتي وتعلمت من حضرتك حاجة جميلة، روح الفريق. حضرتك اتفضل، يعني حضرتك علمتينا ان الحب هو اللي بيصنع. يعني احب ابدا التحيه لجمهور مصر العظيم وشعب مصر العظيم، كل التحيه والتقدير لجمهور مصر. طبعا انا دكتوره دلال، اتخرجت هنا، اخذت بكالوريوس الطب والجراحه، واخذت الماستر في الصحه العامه، وسافرت السعوديه سنه 91 او 92، بدات شغلي فيها اكزاكت كان سنه 95. بصراحه يعني مده عملي كلها كانت من 96 الى 18 نوفمبر 2018. هذه الفتره الثريه اللي كانت بالنسبه لي ثروه من العمل والخبرات، تشرفت بالعمل بوزاره الحرس الوطني، واحب اوجه الشكر والتحيه والتقدير للجمهور العظيم، جمهور المملكه العربيه السعوديه، دوله عربيه شقيقه لها كافه الاحترام والتقدير. الجمهور، الشعب، القاده، الناس اللي اتشرفت ان انا اتعاملت معاهم، الاساتذه الافاضل عددهم كبير، عشان احصر اسامي الاساتذه اللي انا مريت عليهم واشتغلت معاهم بصراحه كتير، كلهم كل واحد كان محطه بالنسبه لي من الاساتذه الافاضل، دكتور عبد العزيز الغامدي، دكتور بدر الخطيب، دكتور علي الفرحان، اسامي كتير واخشى يسقط مني اسم يعني، لكن كل واحد فيهم من القاده كان ماهر جدا في انه بيوظف فيكي حاجه مهمه وبيطلع منك امكانيات حلوه ويسهل لك كل الامكانيات. طبعا انتدبت للعديد من الدورات التدريبية ورش العمل والمؤتمرات العلمية لا حصر لها، حصلت على شهادات تقدير كتير جدا، يمكن أكتر من الدروع اللي ظهرت في الفيلم. أنا عندي ملف كبير ما يقرب من فوق 100 شهادة تقدير على جميع المستويات من أماكن كتير مختلفة، كان من ضمنها يعني من الجامعة، من جامعة الملك عبد العزيز، جامعة الملك سعود، سيادة معالي وزير الحرس الوطني دكتور بندر قناوي الوكيل النائب عنه سمو الأمير، سلمني في نهاية المدة شهادة التقدير اللي يمكن صورة زارت اللي هي 20 عام، وكاتب فيها جملة حلوة شكرا لجهودها والتطوير اللي أديته في أثناء أداء العمل. الحقيقة يعني الفترة اللي أنا اشتغلتها من 96 ل 2018 كانت بالنسبة لي ثراء علمي وخبرات عملية وتقنيات حديثة، وكانت سريعة التنقل، يعني تبدأي معاهم بشغل وتتنقلي من مرحلة لمرحلة. وبصراحة من بداية أول دايركتور كان دكتور فهد الحسين، أول من أرسلني للجودة والنوعية، وكان على التدريس كان أمريكان هم اللي بيدرسوها وقتها، وبعدين تنقلنا على أيادي الدايركتورز اللي بعد كده، كان دكتور عبد العزيز الغامدي اللي أشار دكتورة ادرسي الزمالة البريطانية وأنت إمكانياتك قوية علمية. درست الزمالة البريطانية، أخذتها في مارس 2010. من هذا الطايم بدأ بعدها دكتور بدر الخطيب مسك الدايركتور، بدأت أعمل دمج معاه، هو كان تخصص الصحة العامة أستاذي الفاضل دكتور بدر، فبدأت أدمج ما بين البريفنشن أو الوقائي وما بين العلاجي. أنا درست في الزمالة البريطانية طب الأسرة، فدمجنا ما بين الخدمة العلاجية وما بين الخدمة التعزيزية أو الوقائية. كان التوجه في هذا الوقت إن إحنا عايزين ننشئ برامج بنقول عليها الصحة التعزيزية، مش علاجية ولا وقائية فقط، ولكن الصحة التعزيزية، وهي الاكتشاف المبكر للأمراض ومعالجتها وتغيير نمط الحياة. الحقيقة لما بدأت أشتغل في هذه البرامج، بدأت أعمل دراسة بحثية في مركز أبحاث الملك عبد الله، بدأت أعمل أشوف الباكج أو الخدمات اللي تهم المجتمع السعودي إيه، وبدأنا نطلع منها حزمة الأمراض أو الخدمات اللي إحنا عايزين نقدمها على أحدث مستوى.
كان معايا بيشتغل دكتور عظيم جدا أمريكي الجنسية، دكتور سعيد الرحمن، هو اللي كان بيتوجه معايا وبيساعدني وبنشتغل مع بعض. طبعا اكتسبت منه كأمريكان دكتور من الاكسكيلز بتاعته، رائع، كان فوق الرائع دكتور سعيد الرحمن. فبدأنا نشتغل مع بعض كتيم، دكتور سعيد، دكتور بدر، دكتور علي الفرحان، دكتور عبد الله الغامدي، جروب كبير جدا من القمم، قمم كانت وإدارات قوية، وكانت لها السلطة إن هي تيسر لك وتسهل لك الأمور. وبدأنا نحط البروجرام، وبدأنا ندخل خطة التطوير إن إحنا نخلي الخدمات الصحية هي خدمات نفوكس فيها على الصحة التعزيزية والوقائية، وإن ده يدي فرصة للخطة العلاجية إن هي تعالج في المراحل الأولى والمبكرة. صحيح. طبعا صحيح. اشتغلنا على برامج الكشف المبكر عن أورام الثدي، الكشف المبكر عن سرطان القولون، سرطان عنق الرحم، حاجات كتيرة جدا. حضرات السادة المشاهدين، فاصل خارجي ثم نعود إليكم مرة أخرى، ابقوا معنا، تابعونا، انتظرونا بعد الفاصل. حضرات السادة المشاهدين، عدنا إليكم بعد الفاصل لنستكمل حوارنا الشيق مع الأستاذة الدكتورة دلال علي. دكتورة دلال، أنا بجد يعني وأنا قاعد قدام حضرتك دلوقتي في الاستوديو، أنا جه في بالي أسماء عديدة جدا شرفوا بلدهم كقمم وقامات علمية منذ بداية تاريخ مصر الحديث ومنذ بداية البحث العلمي والعلم والتطور العلمي في مصر. الدكتور علي مشرفة، الدكتور مجدي يعقوب، الدكتور أحمد زويل. أنا شايف إن أنا قدامي نموذج دلوقتي استمرارية لهذه الأشخاص، لهؤلاء الأشخاص. ما احنا الدكتورة سيدة بقى، الدكتورة سيدة طبيبة، الدكتورة دلال سافرت المملكة العربية السعودية، عملت كطبيبة بوزارة الحرس الوطني، ممثلة لمصر 22 سنة، بنت من بنات مصر، سيدة من سيدات مصر، نبغت في مجالها الطبي بناء على التعليم اللي اتعلمته في مصر وبناء على بداية حياتها العملية في مصر. الدكتور أحمد زوير رحمة الله عليه كان أستاذ في كلية العلوم جامعة اسكندرية، ابن محافظتنا محافظة اسكندرية. شفنا وصل لحد فين. دكتورة دلال، أنا عايزك بقى تقولي لي باستفاضة، هو بص حضرتك التطور، لا أنا بسأل سؤال واضح عايز أوصله لحضرة السادة المشاهدين عشان أعمل ربط إن حضرتك لا تقل أهمية عن هذه الشخصيات العظيمة اللي دفعت مصر للأمام واللي أدت إلى رفعة سمعة بلدنا الحبيبة مصر أمام دول العالم كلها. التطور، التطور العلمي اللي حضرتك اكتسبتيه بعد سفرك للمملكة العربية السعودية وبعد ما بداية ممارستك لعملك كطبيبة. هو الحقيقة يعني أنا لما رحت المملكة كنت لسه مخلصة البوست بتاع الصحة العامة، وكنت محبة جدا لهذا المجال. اول حاجه حطوني فيها ان انا امسك الهيد ديبارتمنت او رئيس قسم الطب الوقائي في المركز الصحي اللي انا كنت فيه. بدات امارس كل انشطه الصحه الوقائيه اللي انا كنت لسه دارساها وكنت حديثه. انا كنت من نوع النشيط، احب ابحث عن العلم، احب احط حاجات جديده، اطور، افكر كرييتيف، ما كنتش احب الحاجه الروتينيه، ما احبش الحاجه الروتينيه. فاول حاجه طورتها ان انا عملت تثقيف للفريق اللي كان بيشتغل معايا، وبدانا نعمل خطه تثقيفيه ازاي هنبدا نشتغل على الكوميونتي او المجتمع ونعمل تثقيف صحي. دخلنا في عده انشطه كبيره جدا خاصه كانت بالتثقيف الصحي بمواضيع عديده. بدأنا من خلال الأنشطة اللي احنا نشتغل فيها، بدأت المجموعة معايا كفريق يتجاوب، وبقى كان فريق رائع الفريق اللي أنا اشتغلت معاه، وبدأنا ندخل النشاط الصحي في مجال كله يمشي مع الوقاية خير زي ما بيقولوا من العلاج، خير من العلاج. وبعدين لما دخلت ووجهوني للتدريب في الجودة بدأت أطبق معايير الجودة، وكنت أنا عضو أساسي في اللجنة بتاعت الجودة اللي بتشرف على تطبيق المعايير والمقاييس في المركز الصحي اللي أنا كنت فيه، مركز ضراب الصحي. ايضا دخلنا في النشاط مكافحه التدخين، وده عملنا فيه حمله عام 2015، وكانت الحمله على مستوى الحرس كله. حضرتك جيتي على الوتر الحساس للمصريين، التدخين وبرنامج مكافحه التدخين، ده كان من ضمن البرامج الناجحه، وده كان بتعاون مع برنامج مكافحه التدخين لوزاره الصحه، الدكتور علي، الدكتور علي ساعدنا فيه، وكان الوزاره كانت بتمدنا بالعلاج وقتها، وعملنا نشاط ثقافي في منتهى الجمال اشترك معانا فيه في تأديته، كان طلاب كليه الطب السنه رابعه وسنه خمسه، كان من ضمن الانشطه بتاعتهم المشاركه في الانشطه الاجتماعيه. شالوا من الحمله واشتغلنا فيها حوالي 4 اسابيع، واتمدت للخمسه بناء عن طلب الناس.
عملنا حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وتبرع سيارة السيارة المتنقلة لعبد اللطيف جميل، وجات لنا أكتر من مرة، وكانت بداية الناس تفكر يعني إيه نكشف ويعني إيه نكتشف الورم قبل دي حدوثه. دي برامج حضرتك عملتيها في السعودية؟ يس، دي أنشطتي أنا اللي كنت يعني الحملة كنت أنا اللي بنت مصر يا جماعة أنا اللي كنت بطلعها، كنت بقعد مع الفريق ونعمل البلان ونبدأ نتعاون مع الجهات اللي هتساعدنا. حضرتك اتفضلي، دخلنا كمان البرامج اللي حضرتك اشتغلتي فيها بتهدف لتطوير منظومة الصحة. يس، دخلنا كمان في برنامج صحة البالغين اللي كنت بتكلم عليه قبل الفاصل، وهو الوقاية أو الصحة التعزيزية وتعديل نمط الحياة بالنسبة للبالغين. أخذنا من سن 18 إلى 100 سنة، وبعدين جينا قسمنا مع التطوير، بدأنا نقسم الفئة العمرية للمسنين، وبدأت أتخصص في هذا الوقت. ده برنامج وده برنامج بناء عليها الدايركتور الله يمسيه بالخير دكتور بدر الخطيب قال لي دكتورة هتتدربي تحت إيد رئيس القسم هاشم بالبيد، هتتدربي في الجرياتريك أو صحة المسنين. رحت قعدت معاهم اتدربت في المستشفى لمدينة الملك عبد العزيز، طبعا قسم خيالي بتاع الجرياتريك كير هناك أو صحة المسنين. بعدها لما رجعنا حطينا بقى الخطوط العريضة أو المعايير والمؤشرات لصحة البرنامج بمتكامل ووضعناه، وكنت بطلع لكل بروجرام أشتغله جايد لاين أو بنقول عليه الإرشاد أو الدليل، كتاب الإرشاد أو الدليل الإكلينيكي. أصدرت يمكن ما يقرب من الست كتب تقريبا. حضرتك كمان أصدرت كتب؟ أصدرنا سلسلة من الكتب، يعني الخدمة البرنامج يطلع. أنا دلوقتي عشان أوزعه وأعممه على المراكز الصحية والمستشفيات لازم الطبيب اللي قاعد بيشتغل يشتغل بنقول عليها سياسة موحدة أو تطبيق موحد يطابق المعايير. فكان المفروض أن بيطلع البرنامج لازم يطابقه الكلينيكال جايد لاين او المؤشر او الدليل، فكنا بنوزعها، القسم بيطبعها باسم القسم طبعا، تطلع باسم الفاميلي ميديسن ديبارتمنت، وكانوا بيحطوا اسامينا عليه اللي كاتبينه. طبعا انا كنت بكتب، دكتور بدر معايا بيراجع ورايا، دكتور علي بيراجع ورايا، فريق كبير كان بيراجع، وما سمحوش لي اكتب الجايد لاينز والسلسله دي الا لما اجتاز شهاده البحث العلمي من مركز ابحاث الملك عبد الله. دخلت وامتحنت وشفت النظام بتاع البحث وكتابة البروتوكول والكلام ده، وبدأت أبحث في البروتوكولات إيه الأمراض أو الحاجات اللي عشان أحط البرنامج وأسسه لازم أشوف إيه المواضيع اللي تهم المجتمع. طبعا ما يهم مجتمع مصر في جزء منه مش موجود في السعودية واللي هناك غير اللي موجود هنا، فعشان أبني البرنامج لازم يبقى على قاعدة الطب البراهين طبقا للخدمات التي يحتاجها المجتمع السعودي. طبعا طبعا كنت بختار، بيناقشني اللجنة المحترمة الكبيرة الماهرة، وكانت لجنة متعددة الخبرات بنقول عليها المالتي ديسيبلينري تيم، كان بيجوني من كل اتجاه، وكنا بنقعد على مائدة واحدة ونبدأ ندرس ونشوف. اخترنا الحزمة بتاعة الخدمات، بدأت أخد بقى كل برنامج بالبروتوكول بتاعه أكتبه كجايد لاين ككتاب. فطلعت كتاب للأورام الثدي، سرطان عنق الرحم طلعوا له كتاب لوحده، هشاشة العظام عشان عندهم هناك منتشرة طلع لها كتاب لوحده، تدخين طلع له لوحده، صحة البالغين لوحدها، وقسم المسنين طلعوا له حوالي 6 أو 7 جايد لاينز أو بروتوكولز، طلعت كلها سلسلة كبيرة طلعت، وكانت بتتراجع من قبل المسؤولين بتوع الريسيرش وورك أو البحث في اللي موجودين في القسم، وكانوا يعتمدوا ويطلعوا الأخطاء ويحطوا لها ستاندرد معايير معينة يقيسها تطلع وتنطبع عالميا ولا ما تطلعش. كل اللي كان بيتراجع وكان بيتوافق عليه كان بينطبع تبع مطابع الحرس، وكانوا بيسمى باسم الديبارتمنت القسم. يعني ان القسم مطلع ده يعني، واحنا كفريق كلنا في القسم شغالين، ودي حاجه لينا كلنا يعني. حضرتك قبل الهوا حضرتك قلتي لي على الحاجه كانت كلها دوكيومنتد، وحضرتك بذلت مع الفريق كلها موثقه يعني كلها موثقه. الحاجه الجميله بقى في منظومه الحرس الوطني بصراحه يعني ناس بتشتغل بالمقياس وبالمعايير. يعني ما ينفعش تاخدي حاجه الطب البراهيني يكون فيها رقم سي او رقم دي، لازم تختاري الخدمه اللي طب البراهين يؤكدها بمقياس الف او به يعني قويه جدا. ومنها وبعدها تبداي يوافق لك على ان الخدمه دي طب براهين يؤكدها، وكمان من خلال الدراسات والابحاث السعوديه ان دي موجوده في المجتمع. زي مثلا هنقول سرطان القولون او سرطان الثدي للمراه،
عندهم في اعمار اقل شويه من الاربعينات والخمسينات موجود حالات. فلما جينا نكتب الجايد لاين او نكتب المؤشر او كتاب الدليل، لازم انا ابدا اقول السكرين او الكشف التعزيزي لازم يبدا شويه بدري عن امريكا. امريكا بتحطه 50، السعوديه حطيناه 40، وللي عندها قصة عائلة تنزل لل 35. طبعا طبعا. كذلك هم عندهم مشكلة سرطان القولون، وبالتالي بدأنا نفصل اكوردنج لي او طبقا للمجتمع واحتياجاته. يعني انا لما اجي افصل في مصر ما ينفعش اخد الباكج واحطه. لازم ارجع اعيد السلسلة تاني، ادرس الامراض اللي تهم مصر، اطلع البراهين ليها تكون القوية الف او ب، واختار الحاجات اللي هتهم المجتمع المصري وابدا افصل عليها البروتوكول، وبعد كده يطلع لها الجايد لاين او الكتاب المؤشر. الكتاب المؤشر ده اهميته في ايه؟ رغم انه كان بياخد وقت طويل ومجهود كبير جدا. اجي مثلا سي دكتور قاعد في عيادته، والله انا عايزاك تطبق السكرين بروجرام ده يا دكتور فلان. طب هو ايه المؤشرات اللي عنده؟ انا بساعده بديله بقول له ده السيستم اللي هنمشي عليه. الحاجة الجميلة بقى اللي عندهم، ربنا يزيدهم يا رب ويحفظهم ونحن نبقى زيهم في يوم من الأيام. نزلوا السيستم الإلكتروني، حاجة اسمها كانت البيست كير سيستم، لما نزل هو السيستم فرض على الاستاف الطبي كله، تمريض، أطباء، فني، أي حد بيعمل في المنظومة الصحية فرض عليه المؤشرات والمعايير لازم تطبقها، لأن الكمبيوتر لما بتيجي تدخلي عليه السيستم بيرفض الا لو مستكمله البيانات والداتا بتاعتك. فما تقدريش تطلعي روشته غلط، تكتبي علاج غلط، تعملي تحليل غلط نقصه في بيان معين. فاللي ساعدنا بقى عام 2016 ده كان عام جميل جدا بالنسبه للفريق بتاعنا، ان احنا كنا هنشتغل البرامج دي زي بايدينا في كتب يعني كتيبات، ونبدا نسجل بنقول عليه اللوج بوك او الكتاب التسجيل. لما نزل 2016 البيست كير او النظام الالكتروني وتعمم الشبكه على منظومه الحرس الوطني، سهلت لك خلاص، انت مش بتكتبي، انت بتخشي على السيستم وبتلاقي الملفات. خلاهم بعد كده دكتوره روحي اقعدي مع الاي تي، قسم الاي تي بتاع الكمبيوتر عشان تبني ملفاتك على السيستم. فدخلت قعدت مع الفريق، وفريق محترم جدا، اقدم الشكر والتقدير لضفالله، الاستاذ ضفالله رئيس القسم، واسامي كتير كانت معايا، دكتور فواز، كانوا بيقعدوا صبورين جدا. الشيء الجميل بقى تطلبي الحاجه وتعيديها، معلش جربنا دي هنعيدها، طب دي يا جماعه حطيناها في التطبيق وطلع فيها مشكله نرجع نعيدها. فبعد ما حطينا حزمه الخدمات والملف اللي هو التعزيزي سميناه الصحه التعزيزيه ونزلناه على الكمبيوتر على السيستم الالكتروني، بدات انا الف بنفسي اعمل مونيتور او اتابعه مع الاطباء وهم بيطبقوا الخدمه في العيادات في المراكز الصحيه. فكنت بروح المراكز الصحيه اقعد مع الطبيب كده في العياده واشوف ايه المعوقات. فكان يقولوا بياخد وقت طويل البرنامج اللي انت عاملاه ده مثلا، او الخدمات السله دي واخده وقت طويل، ارجع تاني اخد ادون وارجع تاني القسم الصحه المعلومات الالكترونيه اقعد مع الاستاف هناك. يا جماعه بالتجربه لقينا بياخد 10 دقائق، بياخد وقت ده كده من وقت المريض. فبداوا يتعاونوا معايا ونعيد صياغه الملف ازاي ان احنا نعمل له سهوله للدخول للخدمه بدون ما ياخد وقت من الطبيب. فعملنا تطابق ما بين الخدمه العلاجيه والخدمه التعزيزيه on the same time في نفس الوقت. المريض جاي بيشتكي مثلا سي من برد او انفلونزا، انا بعمل له حزمه الصحه التعزيزيه دي وهو جالس بوان كليك، وبالتالي ارجع لو لقيت حاجه بقى خطيره ابدا اتصل عليه يعملوا له كوري كول ويجيبوه من بيته. انت طلع لا قدر الله عندك كذا، طلع سرطان، طلع فيه حاجه في التحليل او في الاشعه، وبالتالي انت حولتي العياده الاوليه اللي هي بتدي علاج وعندك برد عندك زكام، لا انت حولتيها لعياده مفعله انك بتكتشف الامراض الخطيره اللي ممكن المريض ما يحسش بيها الوقت طويل. يعني يبقى عندي النهارده ببرد واكتشف بعد كده جاله يعني مثلا يعني سرطان لا قدر الله ويكتشف بحاجه يعني كانسر. البرنامج هز الرؤيه الصحيه هناك ولقى دعم كبير جدا، يعني غير المفاهيم غير الرؤيه، احنا فين وبقينا فين. طب يا جماعه ده شيء رائع. فبداوا يستكملوا البرامج، دخلوا الجرياتريك على السيستم، بدانا ندخل صحه المراهقين، خدمات المراهقين التين ايجرز بدات تنزل، السكول هيلث بدأ تنزل على السيستم. السيستم بيساعد بس في حاله ما عدم وجود السيستم يو كان دو، اي كان دو، ممكن اعمل واطبق بامكانياتي البسيطه
لان هي خدمه صحيه انت بتاديها، سواء بتاديها على الكمبيوتر او بتكتبيها بايدك، مش هي دي القضيه. عشان لما نيجي نناقش نقطه ايه كيفيه التطبيق، اصل عندهم امكانيات، اصل احنا ما عندنا، لا الجمله دي انا للاسف بسمعها، بس مش دي اللي تعوق. انت بتادي خدمه، وكنا بناديها قبل عام 2016 انا والفريق والاطباء، كنا بناديها مانيوال، يعني الممرضه بتسجل في الدفتر، انا بكتب في ملف المريض يدوي. كون ان السيستم دخل بقى الكتروني سهل علينا، بس هو ادائك هو واحد، هو نفس الشغل يعني. فكرك تطويرك، انا ما كنتش احب ان انا اقعد كده يعني ساكته، طيب هو كده خلاص الشغل، يعني انا اقعد بقى ايه ما بين مريض ومريض اتفرج، ما كنتش اقعد اتفرج، عيني كان في الكمبيوتر، اطلع داتا، اطلع ملفات جديده، اطلع خدمه جديده. وساعدني على كده بصراحه دراستي للزماله البريطانيه، غيرت الرؤيه بين الشغل بتاعي تماما، يعني انا لما درست الرؤيه اختلفت تماما. الطب العلاجي مع الكليه البريطانيه كان ليه معايير ومقاييس، وتعلمناها وبعد ما امتحناها وبقيت ممبرشيب، خلاص لما بقيت اجي اتعالج مع المرضى، لا في ستراكشر معين في الملف لازم اعمله، في بيانات لازم اخلصها، في كشف معين لازم اعمله للمريض عشان يبقى كامل. طيب لما انا بعمل كده دور ده مع ده، فالاتنين خدموا بعض، فاصبحت انا رؤيتي بقى تخصصي في الوقائي هو اللي خدمني في العلاجي، ان هو يبقى الاتنين كده ما ينفصلوش عن بعض، بالعكس ده بيضيف وده بيضيف، ده بيديك رؤية وده بيديك رؤية. وطلع بقى البرنامج الأساسي اللي هو بنقول عليه البرنامج الوقائي للأمراض الغير معدية أو الغير سرية، اللي هي الغير معدية. كل العالم متطور جدا وناجح في الأمراض الوبائية عالميا، بمنظمة الصحة العالمية ده برنامج ناجح. تعالي بقى للي هي الأمراض الغير معدية، امراض الضغط السكر والضغط والحاجه بقى اللي ظاهره كمان لما تخش على الابحاث، تلاقي ان نسبه حدوث السرطانات والمستقبليه ليها متوقع ليها المضاعفه طبعا من نمط الحياه والسلوك اللي احنا فيه حاليا. فده بيخلينا برضو هنتوجه تاني للصحه التعزيزيه. من الفتره اللي اشتغلتها سواء هنا في مصر ولا هناك، وحصل بيها تغير كبير جدا، لما بتغيري بقى المفهوم الصحي بتاع المجتمع وتوعيه لحاجات معينه يبقى هو مش عارفها وتنبهي عليها، بيتغير السلوك الصحي وفعلا بيؤدي الى تطوير في الحاله الصحيه. يعني مش شرط امكانيات، ممكن جدا التثقيف يلعب دور كبير جدا الى جانب تطبيق المعايير اللي هي في الخدمه العلاجيه اللي احنا بنقول عليها. الرؤيه لازم تكون متسعه، ولازم تكوني انت برضو كرييتيف او عندك روح انك عايزه تعملي حاجه جديده. يعني انا لو كنت قعدت معاهم شويه كنت طلعت برامج اخرى اكيد. في برامج كتير لا زالت موجوده عندي، وفي جزء انا بعته ليهم بعد ما جيت مصر، بعته استكمال للملفات بتاعتهم، كان منه البري كونسبشن كلينيك او اللي هو صحه المراه قبل الحمل مش الحامل، ما قبل الحمل ومش اللي بعد الزواج، ما قبل ازاي اعد المراه قبل ما تدخل للحمل. النقطة الأخرى الصحة التعزيزية أيضا لصحة الإنجاب، دخول صحة الإنجاب بالمفاهيم بتاعتها. في دكتور هنا مصري جزاه الله كل خير، يمكن اللي لفت نظري ليها كان دكتور يعني هنا الدكتور أشرف أبو علي مشهور قوي هنا، فقال لي دكتورة تعالي نشتغل على صحة الإنجاب، إزاي نعززها وإزاي نعمل ليها بروتوكول وليها برنامج. وبعد ما قعدت معاه طلعت من عنده بدات اقرا وعملت فيها جايد لاين وكتبت فيها جايد لاين وكتبت فيها بروتوكول ازاي انا احافظ على صحه الانجاب. احنا بنتكلم هنا في مصر عن الفاميلي بلان او تنظيم الاسره، طب وماذا عن الحفاظ على صحه الانجاب في ظل وجود السرطانات والكيماوي واستعمال الكيماوي؟ ازاي بحافظ على الانجاب للشباب اللي اتعرض لاستخدام الكيماوي زي ما احنا شايفين وبالمنظر ده؟ فانا برضو في افكار كتير جدا، يعني برنامج التدخين وكل ما يحتويه بالفروع بقى الكلينكس بتاعته العيادات. أنا عايز أسأل حضرتك سؤال بخصوص برنامج مكافحة التدخين عند ما طبقتيه هناك في المملكة العربية السعودية، حقق كم في المية من الهدف المنشود منه؟ شوف حقق كم في المية دي ده according to studies، يعني ده هيبقى مطابق لدراسات. الدراسات الحديثة الأخيرة اللي أنا وصلت لها، يعني أنا ما أنا يعني طبعا أنا بعد ما سبتهم هم بالنسبة لهم البرامج بقت ثابتة عندهم حاجة اسمها عيادة التدخين في الحرس الوطني في المراكز الصحية. فأنا طبعا بعد ما سبت أنا ما تابعتش وصلوا البرسنت قد إيه، لكن كان بيلعب دور كبير جدا. أنا كنت بشوفه في الأتندنس في الناس وهي جاية تطلب الخدمة،
كان نسبة كبيرة، بعد ما عملنا الحملة كان نسبة كبيرة بتقبل على الخدمة وبتسأل عليها، وكانت بتيجي تقولك أنا بطلت. لكن عشان أديك إحصاء كامل حالياً ما عنديش معلومة بيه. ليه؟ لأن المفروض عشان أديك الداتا دي أكون أنا عملت إحصاء وجمعت داتا وأنا ما اشتغلتش عليها، يعني ما جبتش الإحصاء بعد تطبيق الحملة. دكتورة دلال، أهم الشخصيات الطبية اللي حضرتك اتعاملتي معاها في المملكة العربية السعودية، وكان في تأثير معين كده جواكي كخبرة كتعامل كحسن معاملة، يعني أنا شايف حضرتك ذكرتي اسم الدكتور بدر الخطيب. هم كلهم كويسين ورائعين كلهم، بس في ناس بتحط فيك بصمة، وبصمة قوية قوي. اللي شارك معاك واشتغل معاك وكان معاك بالرأي طبعا رقم واحد دكتور بدر الخطيب، لان ده اللي كان ملازم كل برنامج انا اعمله. هو كان طيب، احنا بنناشد الكنترول يونت، يا ريت تعملوا لنا مداخله تليفونيه مع الدكتور بدر الخطيب يا جماعه، واول ما يرد حولوا لنا الخط عليه على طول، وعرض عليه بقى ان شاء الله حلقه جايه يكون هنا في بلده مصر. بالظبط كده، دعوه كده يعني شرفنا. طيب دكتور علي الفرحان كان بصمه قويه، دكتور سعيد الرحمن بصمه قويه، دكتور عبد العزيز الغمدي لما اشتغلت معاه في الزماله بصمه قويه، كتير كتير يعني اقسام ياما انا مريت بيها وناس ياما يعني، بس دي الفيموس يعني المشهوره. ربنا يخليك يا دكتور. انا بس عايزه اقول ان من سنه كنا عملنا برضك حاجه هنا برنامج في مديريه الشؤون الصحيه، بس حضرتك طبعا كنت في السعوديه، كنا عملنا حاجه سيرفي برضك للنون انفكشس ديزيز، امراض غير معديه، على طول استقطاب الحالات اللي هي في بدايتها، الكشف المبكر لامراض الضغط والسكر، كانت عملت كده والسموكينج. فحضرتك بقى بما ان حضرتك رئيسه لجنه التطوير سيعاد، ده حمل بقى حضرتك، هتشتغل ان شاء الله السعوديه ومصر. يعني انا عايزه اقول بس حضرتك من خبرات حضرتك في السعوديه، حضرتك ازاي طبقتي بقى الكلام ده في مصر؟ اولا انا لما هتطبقيه ازاي، والخطط المستقبليه اللي حضرتك بحيث نبقى احنا والسعوديه واحد، احنا وبلاد العربيه، احنا والعالم كله واحد. تطوير رئيسة لجنة التطوير مديرية الشؤون الصحية الدكتورة دلال عبد الحليم علي، هتعمل ايه وعملت ايه وهتعمل ايه وان شاء الله هنوصل ليه؟ شوفي، كل اللي اتطبق في المملكة العربية السعودية ممكن تماما نطبقه بامكانياتنا في مصر، ممكن تماما. كل البرامج بلا استثناء، صحة البالغين، صحة المراهقين، كل ده يتطبق زي ما هو، ما فيش ما يمنع. بالنسبة لي برنامج التدخين فهو يعني هم هيشتغلوا عليه هنا او اشتغلوا عليه بالفعل في مصر، ولقيت كمان اشتغلوا على برنامج صحه المراه، وده كان شيء جميل جدا. انا بس يمكن اللي هكمل عليه صحه المراه سرطان عنق الرحم. احنا لو هنشتغل على مثلا برنامج صحه المراه المصريه، اشكر فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي للخطوه الجميله لانه عممه على مستوى الجمهوريه. النقطة الثانية بس ممكن نضيف كتطوير للبرنامج ده ان انا اضيف له سرطان عنق الرحم، يبقى انت كده ما شاء الله يعني كملت صحة المرأة في الحاجات الأساسية. يمكن احب برضو اضيف، هو هنا عملته الامراض السارية اللي هو الفيروس سي، ده اعجاز طبعا. يعني كان احد القيادات اللي مسؤوله عنه، يعني طبعا القضاء على فيروس سي القضاء على فيروس سي في مصر ده اعجاز اعجاز عالمي، مش اعجاز مصري بس، اعجاز وعالمي. يعني انتوا في مصر اشتغلتوا على السارية والغير سارية، يبقى لينا ايضا ان احنا ندخل شويه على الامراض الغير سارية. انا شايفه فيها هنا ابيديميك او وباء التدخين ظاهر جدا في مصر، الوباء انا بسميه وباء، وهو يعني في كل مكان بتلاقي التدخين. فهو ده محتاج برنامج واستراتيجيه تتفصل على البرنامج ده، سواء من وزاره الصحه بالتعاون مع جهات اخرى، يعني مش هتبقى وزاره الصحه، هيدخل فيها وزاره التعليم المدرسي والتعليم العالي بالجامعات، هيدخل فيها التضامن الاجتماعي، يدخل فيها شؤون البيئة، لان انت دلوقتي في الكافيتريات في كل مكان، وبعدين الشيشة والكلام ده كله يعني، وحضرتك اطفال. فاستراتيجية استراتيجية منع التدخين احنا نقدر نعملها بس بطريقة معينة، وجهات كتير متخصصة تدخل فيها، ولازم افعل فيها الشباب يبقى معايا يشتغل معايا فيها، مش احنا اللي نشيلها، الشباب هم اللي هيتولوها، لان الشاب هيسمع للشاب اللي زيه. يعني احنا ممكن نعمل تطوير في النقطه دي، احنا هناك كنا اعضاء الفريق اللي بنشتغل، لا هنا الشباب نقسمه لمجموعات ويشاركني في تنفيذ البلان، استراتيجيه تجمع كذا جهه معنيه وندخل فيها الشباب بقوه، هو اللي هينجح البرنامج. ده بالنسبة للتدخين. بالنسبة لصحة المرأة خلصناه، يضاف ليها عنق الرحم، سرطان عنق الرحم. أنا ما أعرفش يعني أحتاج أدرس هل في سرطان الرئة هنا كتير موجود ولا لا، هل بالنسبة للتدخين وكده، عشان أدخل الاختبار اللي أو الأشعة اللي بتتعمل للكشف المبكر عن سرطان الرئة، ونجحت هناك واكتشفنا ناس كبار
وناس في الأعمار المتوسطة في بداية ظهور السرطان نتيجة استعمال الدخان من سن مبكر. فده حاجة حلوة يعني. صحيح عددهم ما كانش كتير اللي اكتشفناهم، بس كان التست بيجيب لي الأشعة المقطعية بتجيب لي على طول ده بداية سرطان في الرئة. سرطان القولون من الحاجات اللي كانت ناجحه جدا هناك، واعتقد ادى نتائج حلوه جدا يعني. انا مشيت وهم كانوا شغالين على البرنامج، كان بالتعاون مع قسم المناظير الجهاز الهضمي، فكان التست بيتعمل اختبار الدم في اخراجات اللي هو عفوا يعني البراز او الماده الفضلات، وكنا بنعمل الاختبار ومبدئيا وبعدين نحول على الاشعه اللي بالالوان وبعدين يدخل على المنظار منظار القولون. كانوا بيكتشفوا الناس بدري. طبعا حاولوا تاني بدري جدا. حاولوا تاني مع الدكتور بدر الخطيب من فضلكم، حاولوا تاني مع الدكتور بدر الخطيب. فكان يعني من البرامج الناجحه لو تطبق. بس برضو انا زي ما بقول لحضرتك عشان افصل برنامج صحي تعزيزي لازم اشوف ايه الحاجه اللي بتطرق الشعب المصري. زي ما قلتوا سي هناك مش سي، فكل واحد وليه المجتمع بتاعه. كله ممكن نطبقه. حضرتك في المجتمع بقى حضرتك كخدمه نطبقه. كخدمه مجتمعيه دلوقتي حضرتك في اولا طبعا ما انتشار السيجاره الالكترونيه حضرتك عارفين طبعا بتتزايد حالات سرطان الرئه بسبب التدخين، طبعا بنعتبرها عياء شياكه حاجه موضه طبعا نتائج كارثيه. تاني حاجه حضرتك في مصر عموما مش بس كمان في اسكندريه، في جمهوريه مصر العربيه وجميع المحافظات في كافيهات بتمنع تماما ان سن معين من الاطفال انهم يدخنوا او يخشوا. كويس. هي حلوه بس لازم عشان اطبقها لازم تيجي بتشريعات وقوانين لها طبعاً. سياسه ونظام الوزاره شغال عليه حاليا يعني. حلو. الوزاره في القاهره منزله تعميمات وحاجات واحنا هنشتغل فيها بعد حمله كبار السن. حلو جدا. كنت سالتيني سؤال حضرتك ان هو ازاي قدرتي بعد ما جيتي ازاي بعد ما جيتي قدرتي تتعاملي بقى يعني. الحاجه الوحيده اللي ساعدتني بعد ما جيت هنا دكتور علاء عثمان وكيل الوزاره صاحب اسكندريه، كل الشكر والتقدير للفكر الواعي. كل الشكر والتقدير للدكتور علاء عثمان يعني. شخص واعي فاهم جدا التطوير يجي منين وفاهم الكفاءات شغاله ازاي وفعاله ازاي. اول يوم استلم فيه الملف السيره الذاتيه بتاعي قال لي دكتوره انت هتبقي معانا هنا على طول وعايزين الافكار بتاعتك وساعدينا ان احنا نعمل خطه. وعمل لجنه التطوير طبعا وانشا حاجه ما كانتش موجوده. قال لك مكتب اسمه مكتب التطوير وده يبقى تابع ليا. اشرف بقى على البرامج. هو اول حاجه قدمناها كانت مبادره رد المعروف. انا لما جيت اقدم برنامج كبار السن تفضلت الدكتوره صابرين زميلتي ذراعي وربنا يبارك فيها يا رب. قالت لي دكتوره احنا هنا في مصر بنعمل المبادرات والحاجات دي ودي حاجه بتشجعنا هنا ان احنا نزود الوعي الصحي. حلو جدا. دكتوره دلال بجد احنا اتشرفنا بوجود حضرتك معانا النهارده. بجد انا زي ما انا قلت انا حاسس ان في استمراريه. دكتوره داليا لاحمد زويل والعلي شرفها ومجدي يعقوب بجد والله انت حضرتك يعني طبعا احنا لينا كل الفخر وكل الشرف ان حضرتك كنت ضيفتنا النهارده. واحنا حاولنا للاسف نتصل بالدكتور بدر الخطيب بس للاسف يعني هو ما فيش استجابه من خلال تليفونه في عجاله كده يعني في اقل من دقيقه عشان وقت البرنامج. الرؤيه الشخصيه لتطوير الخدمات الصحيه لحضرتك ايه في مصر؟ أطبق البرامج اللي احنا ذكرناها من شوية ويدخل السيستم الإلكتروني على المستوى العام لوزارات الصحة ويحصل الربط الإلكتروني ما بين كل الجهات. حضرات السادة المشاهدين سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم. انتظرونا السبت القادم بإذن الله مع ضيف جديد وحلقة جديدة من برنامجكم كلام الآخر مع الدكتورة داليا غبريال محمد أسعد اسم. شكراً.